بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن: أطلقت شركة أبل برنامج لإصلاح شاشات الجيل الثاني والجيل الثالث من ساعات أبل. إذا كنت تمتلك ساعة أبل الجيل الثاني أو الثالث نسخة الألمنيوم ويوجد في الشاشة كسر في الحواف بهذا الشكل أو بهذا الشكل، فتوجه إلى الوكيل الرسمي لأبل في دولتك ليقوم بإصلاح الشاشة لك بشكل مجاني. استغلوا الفرصة الآن واذهبوا إلى وكلاء أبل في دولتكم. إذ كنتم تملكون ساعة أبل الجيل الثاني أو الثالث نسخة الألمنيوم ويوجد في شاشتها كسر بهذا الشكل، ليقوم بإصلاحها لكم بشكل مجاني. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، واعمل لايك للفيديو وتعليق على هذا الفيديو، مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.